وخلاص يا حضرات كلها 48 ساعه بالتمام وكمال. وبطبيعه الحال لا صوت يعلو فوق صوت مباراه القمه بين القطبين الاهلي والزمالك يوم الجمعه 5 نوفمبر في الجوله الثالثه من الدوري العام. عايزين قبل ما نتكلم عن يعني تفاصيل هذا اللقاء عايزين نتكلم حبتين عن اهميه الديربي بشكل عام، مش بس في مصر ولكن في العالم كله. ليه العالم كله بيستنى ماتشات الديربي بفارغ الصبر، وايه اهميتها الكبيره داخل المنظومه الرياضيه في كل دوله؟ اولا طبعا لازم نتكلم عن الديربي بتاعنا بقى، ديربي القاهره الكبرى الاهلي والزمالك، او الكلاسيكو زي ما كتير من الناس بيحبوا يعرفوه. هو لقاء تم تصنيفه من جانب كبار النقاد في مصر على انه واحد من اهم الديربيات في العالم، وده ليه؟ ده نتيجه نسبه المتابعه والمشاهده الكبيره جدا لهذه المباراه بصفه خاصه سواء داخل مصر او خارجها، سواء عربيا او حتى قاريا. دي اللي فرضت هذا الامر، يعني هتلاقوا يوم ماتش الاهلي والزمالك على مدار التاريخ متابعه كبيره جدا في دول الخليج، متابعه كبيره جدا في دول شمال افريقيا، كل ده من زمان، ما هياش حاجه جديده طبعا، نظرا لان ده لقاء يهم كتير جدا من محبي وعشاق كرة القدم بشكل عام.